اهلا بحضراتكم مره تانية، رجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم باقي فقرات صباح الخير يا مصر. بدايه من الخميس اللي جاي هيتم تطبيق قرار رفع الحد الاقصى للدخل الشهري لاستخراج بطاقات التموين الجديده لاول مره للفئات الاولى بالرعايه ل 2400 جنيه بدل 1500 جنيه. كمان بالنسبه للمعاشات 1500 جنيه، وده مع بدء العمل بالموازنه الجديده. خلينا نعرف تفاصيل اكتر عن هذا الموضوع مع دكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجاره الداخليه لتكنولوجيا المعلومات. صباح الخير لحضرتك يا دكتور عمرو، اهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين، وخليني بس في البدايه اهني الشعب المصري بصفه خاصه بثوره 30 يوليو وقوات الدفاع الجوي بعيد الدفاع الجوي. كل سنة وحضرتك طيب يا فندم. طيب عايزين نعرف بقى من حضرتك، يعني احنا سامعين أرقام وحد أدنى وحد أقصى وأرقام مختلفة، يعني نفهم السادة المشاهدين إيه اللي هيحصل بالظبط بقى بداية من يوم الخميس اللي جاي. يعني لو شخص ما عندوش بطاقة خالص يقدر يعمل بطاقة جديدة، إيه شروط التفاصيل بقى نعرفها للسادة المشاهدين من خلال حضرتك. تمام، خليني بس أقول إن اللي احنا بنتكلم فيه وهنتكلم فيه دلوقتي ليست إضافة مواليد، عشان اللبس اللي موجود في الشارع ان اضافه، لا، اضافه المواليد هذا الملف مؤجل لحين ورود اعتماد لهذا البند. اللي احنا بنعمله ده عباره عن فئات اولى بالرعايه حدودها الماليه ضعيفه جدا، ما ينفعش نستنى على الموازنه، فراى فخامه الرئيس ان الناس دي لابد ان هي تخش معانا. طب مين الناس دي؟ الناس دي انطبق عليها القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017 والمعدل بالقرار الوزاري 62 لسنة 21. احنا خدنا منها الشريحة الأولانية دلوقتي والشريحة الثانية مرجاة لشهرين ثلاثة. طيب أوضح بطريقة تفصيلية أكثر. يا ريت. تمام يا فندم. احنا كان عندنا ما طبق القرار 178 كل من هو يتقاضى معاش أقل من 1200 أو يتقاضى راتب أقل من 1500 يستحق له استخراج بطاقة جديدة بعدد أفراد لا يزيد عن 4 أفراد. تمام؟ ده اللي كان موجود. طب إيه اللي هيحصل بقى اعتبارا إن شاء الله من يوم واحد بإذن الله؟ الحد الأدنى ده زاد، بقى بدل 1500 معاشات بقى 1200 بقى 1500 معاشات، والمرتبات بقت من 1500 ل 2400 كده بس. لا بس شرط، انا رابط مع مين وبشوف الكلام ده فين؟ في هيئه التامينات والمعاشات. يعني اللي مش موجود في هيئه التامينات والمعاشات انا ما بشوفوش. طيب الفئات دي بس ان احنا بنطلعها بطاقه جديده؟ لا، معالي الدكتور الوزير راى ان طالما المبدا ان انا اطلع للي ما عندوش خالص بطاقه جديده، طب اللي عنده، فاللي عنده سويناه باللي ما عندوش. بمعنى لو انا عندي بطاقه عليها فرد او اتنين من حقي ارفعها تبقى 4 اسوه بالجديد. ولو انا البطاقه بتاعتي خبز فقط او محذوف مني افراد خبز، هيسيب عدد الخبز زي ما هي بس هيديني حق في 4 افراد ياخدوا تموين. يعني بنطبق روح القانون. طب يا فندم معلش خليني بس يعني اسال حضرتك يعني عشان استوضح بس نقطه. دلوقتي كان قبل كده انه 1500 جنيه هو اللي كان بيستمتع بالتموين او بالدعم، مظبوط كده؟ دلوقتي اترفع ل 2400. فكان في مواطنين اللي كانت بتقبض 2400 ما كانتش عندها الكارت مثلا او التموين، ما كانش موجود. دول يروحوا بقى عشان يطلعوا كروت جديده. طيب خليني ارد على حضرتك على سؤال حضرتك، بس عايز اوضح حاجه. مش معنى ان احنا رفعنا الحد ل 2400 ان اللي فوق 2400 هنشيله. لا حذف من بطاقه التموين، يعني احنا بنتكلم على الناس تخش جديده لكن القديم زي ما هو. مفيش حد لبس. تمام؟ يعني احنا تاني بكرر، مش هنشيل حد من بطاقه التموين فوق 2400. دي نقطه مهمه طبعا. تمام فندم؟ طيب احنا عندنا 3 اماكن المواطن يقدر يخش عليهم. موقعين او بوابتين، وهو مصر الرقميه بالتعاون مع وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبوابه اداره دعم مصر بالتعاون مع وزاره الانتاج الحربي، ومكاتب التموين بتاعتنا المطوره والعاديه. يبقى المواطن اللي له خبره او في احد افراد اسرته او يقدر يتوجه لاي حد بيتعامل مع الكمبيوتر
من خلال موقع إدارة دعم مصر ومصر الرقمية يستطيع أن هو ينفذ هذه الخدمات، ومش دي بس، وخدمات أخرى كثيرة. ومن خلال مصر الرقمية كمان يستطيع أن هو البطاقة يطلبها زي ما سميت ليفري كده، تجيله لغاية باب بيته كمان. طيب يعني دكتور عمرو كده مش مطلوب من المواطن اللي حيتم ادخاله في المنظومة الخاصة بالتموين ان هو يسجل نفسه، ولا التسجيل بيتم بشكل تلقائي وبدون ما المواطن يسجل ويروح يستلم البطاقة؟ يعني انا دلوقتي لو انا هبقى موجود على القوائم الجديدة انا اسجل نفسي واسعى، ولا الحكومة هتسجل تلقائيا وانا اروح اطالب بالبطاقة تبقى معايا؟ لا، سؤال وجيه يا فندم. لا، احنا النهارده لا نقوم باي شيء نيابه عن المواطن. المواطن بيتقدم من تلقاء نفسه، يا اما بيسجل نفسه على بوابه مصر الرقميه او اداره دعم مصر او بتوجه لاحد مكاتب التموين، بيقول انا من الفئات الاولى بالرعايه وعايز بطاقه. كل اللي انا باخده منه حاجتين اتنين. باخد منه الرقم القومي ورقم تليفون مسجل في اي شركه من الاربعه باسمه شخصي. وانا بتوجه من خلال او البرنامج بتاعي بيتوجه من خلال المحاوله الرقم الحكومي لهيئه التأمينات والمعاشات للسؤال ان هل هذا الشخص يندرج تحت هذه الفئه ولا لا. لو قال لي بطلع له البطاقه تلقائي باربع افراد. يعني انا كمواطن بسجل وبطلب، وبعدين حضراتكم بتتاكدوا انا بستحق ولا لا استحق، ومن ثم لو انا استحق بيتم العمل في الاجراءات وباجي استلم الكارت بتاعي بتاع التموين. لا، لسه في نقطه. مجرد ما انا قلت ان حضرتك مستحق، بيبقى مطلوب من حضرتك تسجل. يعني نفترض ان انا اسرتي مثلا فيها 8، فانا الحد الاقصى بتاعي 4. انا مش هختار بالنيابه عن حضرتك. حضرتك بتظهر لك افراد اسرتك وبتقول انا عايز ده وده وده، يبقى حد يعني اقصى اب وام واربع ام وطفلين. وطفلين لو انا عندي 4 هختار بس 2 من الاربعه هم اللي هيخشوا. طب نفترض ان رجل متزوج من زوجتين، هي زوجة واحدة فقط. هي زوجة واحدة فقط، بيختار زوجة من الزوجتين. زوجة من وعدد 2 طفل، مظبوط كده؟ او هو وعدد 3 طفل. تمام. طيب ازاي المواطن يا فندم يقدر يثبت الدخل لو هو مش متسجل في التأمينات او في المعاشات؟ كلام كويس قوي. المرحلة دي يا فندم مرجئة، لان طالما مش متسجل يبقى محتاجين بحث اجتماعي. وطالما قلنا بحث اجتماعي يبقى محتاج ان انا اتوجه الى وزارة التضامن. العمل قائم من اكثر من شهر مع وزاره التضامن تحت اشراف معالي الوزيره شخصيا للربط قواعد بيانات التموين بقواعد بيانات وزاره التضامن، حتى يتم درج العماله الغير موسميه والقصر وذوي الهمم والمراه المعيله والمراه المطلقه والارمله، مجموعه كبيره يعني جدا. انا لو من الناس دي هستنى شهر او اتنين لحين ان الجداول يتم تنقيحها، وبتوجه الى الاتجاهات اللي حضرتك ذكرتها عشان اثبت حقي في التموين، مظبوط كده؟ تمام يا فندم. عظيم جدا. طيب ونأكد على نقطة ثانية كمان يا فندم، انه حتى عمال اليومية المرأة المعيلة كل هذه الفئات زي ما حضرتك قلت تتوجه لوزارة التضامن، وعلى اساس بعد كده يتم اضافتهم لبرنامج ده، مظبوط كده؟ مجرد ما نربط مع وزارة التضامن زي ما احنا كده رابطين مع هيئة التأمينات والمعاشات، بيحق لهم الدخول بشكل آلي على المنظومة بتاعتنا. ومرة أخرى خليني أكد برضو على معلومة حضرتك قلتها، أنه بحد أقصى 4 أفراد للعيلة. تمام يا فندم. طيب دكتور عمرو، سؤال أخير معلش، ممكن يكون يعني معروف لكتير من المواطنين من سنين وسنين، بس واحد دلوقتي ما كانش عنده تموين قبل كده وأصبح ليه الحق أن هو ياخد تموين، ممكن حضرتك تفكرنا وتفكر السادة المشاهدين التموين هيقدم له ايه؟ يعني انا هستفيد ايه دلوقتي لما اقدم في التموين عشان انا بقيت مستحق دلوقتي؟ طيب هنتكلم على الوضع الحالي. تمام. الوضع الحالي الاسره اللي احنا بنتكلم عنها اللي هي بتاخد 4 افراد فقط، تمام، الفرد بياخد 50 جنيه، يعني الاسره الاربع افراد بتاخد 200 جنيه شهريا. بيتوجه بيهم لاحد منافذنا سواء جمعيتي او البدالي التمويني او احد منافذ شركات الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وبياخد من بينقي 28 سلعة أو بينقي من 28 سلعة، بحيث إن يكون المبلغ اللي هو بياخده موازي لل 200 جنيه. 28 سلعة دول أشهرهم الزيت والسكر والرز والشاي، وفي منظفات، في حاجة 28 سلعة يختار منهم اللي هو عايزه. طيب بالنسبة للجانب الآخر عنده الخبز، بيستحق ان هو يصرف على كل فرد عنده 5 ارغفة يوم. واليوم اللي ما بيصرفوش بيتحول الى نقاط. في نهاية الشهر بيتجمع الرغيف ب10 قروش، بيتجمع
اجمالي الرغيفه اللي هو سابها وبيروح لاي بدال تمويني او المنفذ من منافذ بيع السلع التموينيه بياخد ما يسمى بفرق نقاط الخبز. يعني لو انا وفرت عدد من نقاط الخبز في 10، يعني مثلا في النهايه وفر عملت 150 جنيه او 120 جنيه، بتوجه الى بدال التموين اصرف بيها سلع حره اختار اللي انا عايزه من ال 28 سلع. عظيم. لا مش من 28، فرق النقاط حره تماما. عظيم جدا. لو انا عايز اخد سلع ثانيه بره ال 28 من حقي. عظيم جدا. دكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجاره الداخليه لتكنولوجيا المعلومات، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا.